بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في هذه السلسلة بنشرح فيها ديجيتال لاب، وخصوصا اليوم بنشرح لكم أول لاب والذي هو لاب 1، ويكون الشرح عبارة عن السوفت وير. السوفت وير طبعا هو ما هو موجود إلا في البري لاب 1، لهذا بنتطرق للبري لاب الأول ونشرح لكم. خلونا الآن نشوف إيش التاسك أو الأشياء المطلوب مننا إن إحنا نفعله في البري لاب 1. في البري لاب 1 طالب مني إن أنا أعمل دائرة منطقية، وبحيث إن أنا أعطيها فاليو محدد وهذا وشركة معينة تعد لي الرقم هذا إلى الصفر أو إلى رقم آخر محدد أنا أحدد، أنا تعد تصاعديا أو تنازليا، وهذا الرقم يظهر على شاشة العد. كيف أنا أفعل الدائرة هذه؟ فنوري لكم. طبعا الشرح كله في لاب الديجيتال ضروري أن الطالب يكون عنده معرفة في مادة الديجيتال إلكترونيكس. حلو، الآن إيش الكومبوننتس أو الآيسيات التي بنستخدمها في عملنا؟ ضروري إن يكون معانا أول آيسي الكاونتر. إيش وظيفة الكاونتر؟ وظيفة الكاونتر إنه يتحكم لي في العد يا تصاعديا يا تنازليا، بحيث إن أنا أعطيه مثلا الرقم 9 يعد لي إلين الرقم 0، أو أعطيه الرقم 9 يعد لي إلين الرقم 3. ثاني شيء معي البي سي دي تو 7 سيجمنت ديكودر. إيش وظيفة البي سي دي تو 7 سيجمنت ديكودر والذي الرقم التسلسلي له 7447؟ وهذا معناه انه ديكودر، ومثل ما نعرف تركيبة الديكودر، معنا الديكودر الاول من 1 to 2 output او 2 to 4 output او 3 input to 8 output او 4 input to 16 output، وهذا كذلك نفس العمل، بحيث انه اعطيه 4 input يخرج لي 7 output. تمام. ثالث شيء في معي هنا، اخر شيء بنستخدمه الدوائر المنطقية، سواء AND gate، OR gate، NAND gate، NOT. الدائرة المنطقية التي بأخليها أني تتحكم لي في الدائرة، تتحكم بالكاونتر بحيث أنه يوقف عند رقم معين. مثلا إذا ما وصلت أنا هذه الدائرة التي هنا الدائرة المنطقية ودخلت الرقم هنا 9، الكاونتر بيعد من 9 إلى 0 ويعيد ويعيد ويعيد. لكن إذا عملت هنا دائرة منطقية وصممتها أنا، كل دائرة منطقية تصمم تصميم خاص، فصممتها بحيث أنه يوقف عند الرقم 3، بيعد من 9 8 7 6 5 4 3 ويعيد، ما بيقراش الاثنين والواحد. أوكي، الآن نشوف إيش المطلوب. المطلوب إن إحنا نعمل ديزاين للسيركت هذه، هذا أول مطلوب. using only NAND gate. تمام، يعني الدوائر المنطقية التي بنستخدمها إيش إلا بس إلا NAND gate. حلو، في شغلنا في اللاب بنستخدم برنامجين غالبا في الديجيتال لاب، الذي هو المالتيسم والكورتس. لكن حاليا إحنا بنستخدم برنامج المالتي سيم في البري لاب الأول،
وتقدر أن الطالب يستفيد من برنامج المالتي سمول كورتس مرفوعات في درايف الواي ساج. الآن من تضغط على هذا الطرف الذي بليس سورس تختاره، فمن هذه القائمة تقدر تدخل الكومبوننتس، السورس، الفولتج سورس، كل شيء. الكومبوننتس كلها محفوظة هنا في الداتابيس. الآن احنا نعمل all groups. اول شيء انا احتاجه الذي اختار انا هنا، عفوا اختار هنا source، اختار digital source. انا اشتي الانبوت الذي بدخله digital source الذي digital constants، بحيث ادي له الفاليو المحدد. بحتاج انا 4، لانه مثل ما شرحنا احنا في معنا for inputs تقرا لي العدد. معنا هنا for inputs الذي هو 3 2 1 0، وهذا الذي بيعطي لي الرقم بالديسيمال، الرقم الذي انا اشتيه. مثلا نشي عندنا من عند 9، نشوف هنا مثلا في التروث تيبل ايش الرقم 9 كم يساوي 1001. نجي للبرنامج بيكون هنا 1001. حلو. ثاني شيء احنا بنحتاجه الذي هو الكاونتر. نعمل all groups 74192، بيطلع لي على طول ادخل الرقم حقه الذي هو 74192. طبعا الكاونتر هذا في نوعين، يعني يعمل لي نفس العمل في نوعين، في 74192 في 74193. ايش الفرق بينهم؟ واحد يشتغل بالاكتيف لو، واحد يشتغل بالاكتيف هاي. هذا معلومات في الديجيتال الكترونكس، ايش الاكتيف لو وايش الاكتيف هاي. ثاني شيء بنحتاجه احنا الديكودر الذي هو بي سي دي تو 7 سيجمنت ديكودر. الرقم حقه الذي 7447، هذا هو. كمان ايش اخر شيء بنحتاج حاليا الذي هي 7 سيجمنت ديسبلاي. شوفوا 7 سيجمنت ديسبلاي معايا نوعين، معايا الكامون انود ومعايا الكامون كاثود. ايش الفرق بين الكامون انود وايش الفرق بين الكامون كاثود؟ بنشرحهم، بس احنا الان نختار كامون انود. لو تشوفوا هنا في معي up down، والإشارة هنا عبارة عن مثلث صغير والذي معناها إنه clock. فإحنا نشي كمان clock والذي هنا digital clock. وبرضه بنحتاج VCC voltage VCC. الآن نبدأ التوصيل عادي. نوصل الثاني بالبي. عفوا. سي. والآن نوصل الدي. نقدر من برضو من هنا نغير الأسماء.
الذي هنا مثلا نقدر نغير بحيث إن إحنا نعمله إيه؟ وفي الأخير مش مهم دام إنك فاهم إيش التاسك مطلوب منك. الآن هل إحنا نشي نخلي الـ function أو حقنا الكاونتر يعد تصاعديا أو تنازليا، فنحدد ونختار من هنا من هذا من واحد من الانبوتس الاب ولا الداون نربطه بالكلوك، فاذا انا اشي تنازليا اربط الداون بالكلوك، اما اذا اشي تصاعديا اربط الاب بالكلوك. لكن احنا بنستخدم مثل ما جاء لنا في التاسك البري لاب الاول انه طالب مني انه يعد تنازليا. الان نوصل هذا الفور الانبوت الذي هنا بالفور الانبوت الذي في من الكاونتر، الان كمان اوصل السيفن الاوتبوت الذي خارجات من الديكودر اوصل كل واحد بما يقابله نفس الاسم من الـ في البي سي دي في السيفن سيجمنت الذي هي شاشة العد الشاشة الرقمية. يبقى نوصل الـ A الاف وآخر شيء الذي هو الجي. الآن توصيل الأسلاك في الدائرة تقريبا انتهي. الآن ما هو الفرق بين الكامون أنود ديسبلاي والكامون كاثود؟ الكامون أنود معناه إنه الآن إحنا معانا الكامون أنود والكامون كاثود، لكن نشوف إحنا الديكودر الذي معانا، فلو نقول هنا معانا الديكودر الأول 7447 هذا شكل الأوتبوت الذي بيخرج لي 7 أوت. حلو، احنا لو نركز هنا في بابلز، بابلز هذا معناه انه يخرج لي صفر، صفر فاليو لو. لكن قبل هذا احنا عشان الجهاز يشتغل ضروري يكون في معانا الجهاز يرتبط باكتف هاي مثلا او واكتف لو، يا هنا هاي وهنا لو او هنا لو وهنا هاي عشان تتغلق الدائرة الكهربائية ويشتغل الجهاز معانا. تمام، فالآن هذا الديكودر 7447 7447 الأوتبوت حقه بيخرج لي 0، يعني بيمشي كما لا هنا بزيرو. الآن معي هنا في الطرف الثاني، معي هنا في الطرف الثاني الـ BCD أو الـ 7 segment. تمام، الـ 7 segment هنا هذا already يرتبط بشيء. الآن هذه إذا كانت common anode
معناه إن هذا الذي تربطه أنت مرتبط دائما واصل، تربطه بواحد. الواحد إيش معناه؟ الواحد معناه يا في سي سي أو هاي، إذا كان السورس ديجيتال تربطه بالفي سي سي. الفي سي سي دي لنا واحد. طيب عشان احنا قلنا يشتغل الجهاز ضروري يكون فيه صفر وواحد. الآن اوريدي مربوط بالواحد، هذا الكمن انود، الانود هذا مرتبط بالواحد. ايش عاد باقي؟ عاد باقي لي صفر عشان يشتغل الجهاز. من فين اديه؟ اديه من 7447، يجي لي من هنا الانبوت حق ال ايش اسمه السيفن سيجمنت. الان لو نقول معي كمن كاثود، الكامون كاثود، كامون كاثود معي هذا، هذا اوريدي مرتبط بالايش؟ بالجراوند. والجراوند ايش معناها؟ الجراوند معناها لو صفر. يعني هنا الانبوت الذي بديها لو من الديكودر ايش ضروري تكون؟ ضروري تكون هذه الانبوت الذي هنا ضروري تكون واحد، عشان يكون واحد وصفر ويشتغل الجهاز، تغلق الدائرة الكهربائية. طيب من فين أنا أدي له هذا الإنبوت؟ هل أدي له من 7447 من الديكودر هذا؟ لا، ما ينفعش. الديكودر هذا بيخرج لي زيرو، يبقى يخرج لي هنا زيرو، أنا ما أحتاج زيرو. زيرو زيرو ما بتشتغلش الدائرة الكهربائية، زيرو زيرو لن تشتغل الدائرة الكهربائية، نشي زيرو ون ون زيرو. طيب هذا أوريدي مربوط بالزيرو، إيش عاد باقي لي؟ عاد باقي لي الون. 7447 ما يخرج لي 1، يخرج لي 0. في ديكودر ثاني نستخدمه احنا اسمه ال 7448، ال 7448 لو تشوفوه في اللايبراري ما فيش عنده بابلز، معناه انه بيخرج لي هنا 1 1 1 1. هلا لو تجي نشوف احنا الدائرة حقنا الذي صلحناها، فنرجع للدائرة. الآن وصلنا الأوتبوت الخارج من الديكودر والذي بيكون الإنبوت حق ال BCD 27 segment display. الأوتبوت حق الديكودر هي زي ما قلنا 7447 يخرج لي 0، يعني ودام انه بابل هنا يعني برضه نعرف انه زيرو، يعني بيخلي لي زيرو 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 زيرو. وهذا بنربطه بالفي سي سي الذي ثابت حقه، مثل ما قلنا الفي سي سي واحد، واي جهاز يشتغل يشيله ون وزيرو. فالان انا بدخله هنا زيرو وهذا بواحد يشتغل لي الجهاز. طيب الان نحتاج كمان شيء، نحتاج في سي سي كمان ثاني. باور سورس ندي في سي سي ثاني. الآن نربط هذه بال في سي سي، كلهم نربطهم بال في سي سي. طيب هتسألوا ايش هذه الاشياء؟ ايش ال LT وايش ال RPI وايش ال PI وايش ال RPO؟ بكل بساطة ال LT معناه لامب تيست، واللامب تيست يعني معناها شوف عندها بابل يعني تشتغل بالزيرو باللو. الان احنا نربط كلهم بال VCC عشان ما يشتغلوش، ما نشيهم يشتغلوا. الان لأن مثلا اللامب تيست هذه إذا ربطتها أنا بالجراوند بتشتغل لي كل الإي دي بتشتغل. متى أربط أنا اللامب تيست؟ لو ما أشياء أعمل بس تجربة تيست لكل الإي دي هل هي شغالة معي أو لا. بينما الأر بي أي هذا الذي هو البلانكر الذي يتحكم بالصفر، مش إذا ما أشتي إن الصفر يظهر.
بحيث انه لما يعد من عند 0 9 8 7 5 6 4 3 2 1 ما يظهرش الصفر، يرجع يعيد التسعة بدون ما يظهر رقم الصفر. أو كمان لو ما يكون عندي أرقام المئات والألوف، فيكون معي 3 بي سي دي، 7 segment بي سي دي display، يكون معي 3 display عشان ما يعد ليش الأرقام الذي على جهة الإثر وكذا. لكن إحنا الآن حاليا ما نحتاجوش، كل ما نحتاج اللون بي سي دي، وما نحتاج نعمل لاب تيست. الآن نوصل الكلوك بالداون، عشان يكون العد تنازلي. في كمان الآن نجيب احنا ground، احنا دحين بنعمل سيميليت انه يعد لي مثلا من عند 7 لعند 0 ويعيد العملية. فعشان الصفر الكلير واللود ايش معناهم؟ الكلير معناه انه يوصل له عند الرقم، لا عند اذا ربطونا بالجراوند بيوصل له عند الصفر ويعيد من جديد، فانه يتصفر لو ما يصل له عند الصفر. واللود انك تدي له فاليو محدد مثلا 3 والكذا. لو ما نعمل هنا احنا السيركت بعدين بنوصلها باللود، بحيث انه لو ما يوصل الرقم هذا تعيد العملية. ونوصل هذا الاثنين، هذا الاثنين الذي هنا مع الـ PO الذي هو البورو والكاري. البورو نوصله باللو والكاري نوصله بالاب. ما نشوف الداتا شيت حق الداتا شيت حق 74192. الآن نعمل سيميليت. شوف بس إنه سريعة جدا. الآن أبطأ. 4 3 2 1 0 ويعيد العملية بالسبعة. الآن آخر تاسك بقي لنا إحنا هذا الداتا شيت. الآن إحنا معانا خلاص كملنا البارت هذا البارت هذا البارت هذا. كمان في نقطة هنا نحب نذكر إنه هنا في ريزيستور قيمته 330، لكن في البرنامج ما يحتاج إنك تفعله، ولكن في الحقيقة في المعمل أو على البريد بورد ضروري ان احنا نستخدم الريزيستورز حفاظا على الـ LED. الان الباقي معنا الترمينال كاونت ديتكتور، والذي هي الجيتس الذي بنفعلها، الذي تتحكم يعني اذا انا شيء تحكم مثلا من يعد لي من مثلا من 6 الى 2 تمام، فأنا أشياء يعد لي لا عند 3 وبعدين يوقف يعيد العملية مرارا تكرارا. هذه الجيتس الذي بان نعملها. الآن نبدأ إن إحنا نصمم الدائرة الذي بان نتحكم فيها. لكن أولا مثل ما إحنا عارفين نبدأ نكتب الـ Truth Table بالرقم الذي احنا نشي نتحكم فيه. معانا هنا D C P E، نكتب الـ Truth Table. لكن هنا
زيرو 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 ون 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 الآن زيرو 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 ون 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 زيرو 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 ون 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 وهنا زيرو زيرو ون ون زيرو زيرو ون ون زيرو زيرو ون ون زيرو زيرو ون ون وهنا آخر شيء الإيه زيرو ون 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 هنا الـ output الـ F احنا ايش نشتي؟ احنا نعرف انه الرقم الذي هنا اول واحد مثل الصفر هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هنا صفر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 لأننا الشيء هذا وهذا فأعمل عند أول واحد فأعمل عند أول شيء الذي أنا أشيه هنا الصفر والواحد الذي ما أشيهم ينعدوا أو يدخلوا في الحسبة حقي وخلاص بحيث أنه يوصل الرقم لعند الاثنين ويعيد يوصل لعند الاثنين ويعيد هذا لو إحنا نشيه يكون يعد لنا من عند مثلا الستة إلى الاثنين تمام اوكي الباقي بنخليه الصفر الان خلاص رسمنا التروث تيبل الان نرسم الكي ماب هنا فيكون D و C هنا عفوا ال B هنا B A هنا زيرو 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 ون 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 زيرو هنا زيرو 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 ون 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 زيرو لو نشوف لو ما هو زيرو زيرو هذا زيرو 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 بشدة لي ون كما لو ما هو زيرو زيرو والبي والأ زيرو ون بشدة لي 1 البقية بيدو لي 0 أخذ الكي ماب أخذ من التروث تيبل 0 0 0 طيب الآن أنا إيش بأخذ؟ بأخذ اس او بي لأن أنا أشيل واحدات بس فبأخذ الاس او بي بأخذ الواحدات
توجد المعادلة حق الفورمولا، فتكون الفورمولا F إيكوال. إيش الذي تغير هنا؟ الـA تغير 0 وتحول 1، بينما D والC مستمرات بالزيرو، والB مستمر على ما هو قيمته. هذه قيمة البي وهذه قيمة الA، هنا برضو قيمة البي، هنا قيمة الA. شوفوا البي لم يتغير 0 0، والدي والسي لم يتغير 0 0، بينما الA الذي تغير. خلاص الذي يتغير لا نحسبه في نسبتنا، يبقى معنا دي سي دي، لكن دام انه 0 معناه انه هنا في باء. طيب لو نجي لو نشوف في السؤال، السؤال طلب only NAND gate، يعني شيء بس الدوائر حقيقة كلها تكون NAND gate. طيب كيف بنصمم الدائرة؟ فيكون معي هنا أول شيء الدي، هنا السي، هنا البي. طيب هنا أستخدم نوت جيتس عشان أحولها لباء، لكن دام إنه طلب مني بس only NAND gate ما أقدرش أستخدم أي جيت تاني، ما أقدرش أستخدم النوت جيت. أقدر إحنا نعرف من مادة الديجيتال إلكترونكس إنه الناند الذي one input هي نفسها النوت. هذه أول ناند عشان نحولهم لبا. الآن كلهم مرتبطين ب الآن مرتبطين بإيش؟ بأند. لكن هنا في معي كمان إشكالية، هذه إشكالية إنه كمان ما أقدرش أستخدم الآن. إيش أفعل؟ أعمل البوليان إكسبريشن وأحول هذا الطريقة إلى ناند. كيف؟ احنا زي ما نعرف هنا انه بيبا 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 هي نفسها دبل با، يعني هذا الدبل با لو نحذفه يرجع دي سي بي. انا نقدر نحذف لو ما يكون معي دبل با او فور ينحذفه، اما اذا هو واحد ما نقدر نحذفه. لو ما معي دبل با نضيف له دبل با بحيث انه يقدر ينحذف بكل سهولة. الان اضيف هنا دبل با بيكون معي ناند وبعدين input ناند. الآن هذا بيخرج لي واحد. أوكي أنا ما أشتيش واحد، ليش؟ لأنه أشتي صفر عشان يشتغل لي اللود، وإحنا اللود عندنا موجود فيه بابل، والبابل يعني معناه إنه يشتغل لو ما يكون زيرو. أضيف برضو وان ناند، والآن نرجع نعمل هذه، نصمم هذه الدائرة في السيركت حقنا الأصل. شوفوا بس قبل هذا كيف اللود هنا كيف فيه باب. الآن نجي نصلح نضيف الدائرة دوار حقنا الجيتس عشان نتحكم بالأرقام العدد. في عندي شوية مشكلة في البرنامج يخرج ما أعرف ليش. أنا الآن معي 6 NAND gates،
خمس تون خمس ناند جيت من تو انبوتس وواحدة نحتاجها ثري. نوصل أول واحدة بالدي والثانية بالسي والثالثة بالإيه، هذا كله نفس ما صلحنا إحنا هنا. أن نوصل ثلاث بيت عشان نعملها. الآن وصل هذا في هلو، لكن مع أن نحتاج الآن هذه الأرقام، مع أن نحتاج الآن الرقم متوقف عند السبعة. عفوا، نحتاج إحنا هنا برضو نوصل هذا بي سي سي. الآن بيعد في البداية، هو يزيد رقم وبعدين يعد طبيعي لين 4 3 2 ويتوقف. يعني لو نشوف، نلاحظ هنا الآن العدد إحنا صممناه على 2، يعد 2 ويتوقف، ما يحسب للصفر ولا الواحد. إحنا هنا لو نشوف، اخترنا في التروث تيبل بحيث إنه أول رقم الذي قلناه هنا إحنا هو مش 15 رقم، هنا الصفر 1 2 3 4 5 إلى آخر رقم الذي هو 15. هذا كله بيست في التروث تيبل. الآن الصفر والواحد إحنا صممنا هنا بحيث إن إحنا اخترنا هنا إنه يكون 1 1، بحيث إنه مشيش أنا يعد لي الصفر والواحد، مشي ما لا مشي هوش اللي صفر، فاخترنا هنا يكون 1 1 والبقية خلينا طبيعي. أنا لما نشوف يوصل له عند الصفر والواحد ما يعدهم، يوصل له عند الاثنين يعد الاثنين ويتوقف. كذا نكون كملنا البريلاب الأول في مادة الديجيتال، وإن شاء الله نواصل شرح بقية اللعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.